ديسمبر والعام المنصف لأن هناك دعوة مماثلة واهتمام لعقد الخدمة ضمن دول مجلس التعاون. نتصور أن الأمور هذا العام هي أيضا للحفاظ على وتيرة الخدمة، وهذا شأن لمجلس التعاون وأعضائه أن يتعاملوا معه. لكن أستطيع أن أسعى مصر وأنا أسأل نفس السؤال في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأردن منذ ساعة تقريبا، وكما سئلت عن الكويت الوضع وما هو قائم لم يتغير منذ أن خرجت الدول الأربعة بشكلها 13 على خطر، وتبدأ في الاجتماع الرباعي الذي تم في المنامة الاستعداد للحوار إذا ما أقدمت خطر على التعامل الإيجابي والأمين مع الشوارع الدول الأربعة. هذه الشوارع الحقيقية، وفي حالة مصر هي الشوارع المرتبطة بأهل مصر وبأهل مواطني مصر وبمن ربما خطر وأرواحهم دفاعا عن مصر في مقاومة الإرهاب، وبالتالي الأمر في الحقيقة غاية الأهمية ولابد أن يتم حسمه بشكل حاسم بشكل نهائي. حتى الآن لا نرى بأن هناك تغير في السياسة الوطنية تقود إلى انتهاء هذا الوضع والعودة إلى ما هو مألوف من علاقات عربية تتسم بالإيجابية والقوة والأخاء. نعم، لم يكن هناك تقدير لأن هناك هذه الشوارع المرتبطة حقيقة بالأوضاع الداخلية في الدول الأربعة غير مقبول، تدخل في شؤونها غير مقبول، لأن ترى القيادات المتطرفة على قضيها تتخذ من وجود إعلامي مثل الجزيرة وتغييره للحركة المتطرفة واستهداف المتواصل لمصر والمملكة العربية السعودية والبحرين في كل صغيرة وكبيرة بشكل أصبح ربما فقط هذه الإجابة لديه مصداقية. لكن الأمر مجرد على هذه النقطة، لكن نأمل أن يتغير السياسات لتبتعد عن كل ما هو دار الأمن القومي.